مرحبا للجميع، حابب أحكي معك اليوم عن بعض الميزات اللي بتمتاز فيها علبة التشريق كيلفار AK4 Special Edition. علبة كيلفار تمتاز بالعديد من الميزات، وعلى سبيل المثال فيها مخرجين لميدي N1 ميدي 1 ميدي 2 فوت سويتش بريث كنترولر، وهي تعمل على اليو اس بي من دون الحاجة لباور سبلاي، وهذه مريحة جدا للعازف. رح نحكي عن احدى اهم الميزات في هاي العلبة، التشريق وترانسبوزيشن. لما نعمل ترانسبوز لجهاز معين، هي بتاخد جهازين في نفس اللحظة. فإحنا عنا هون جهاز كرونوس، كورج كرونوس 2، ومعنا جهاز كورج PA800EX. ناخد المقام، منروح لعلبة التشريق ل AK4، بننزل نصف درجة، كمان نصف درجة مثلا، ناقص 2، بنشوف انت للأورج البي اي. AK4 عماله بيعطي للجهازين في نفس اللحظة. خلينا نشرق النقطة هون، سي دياز وفا دياز، نشرقهم طبعا بعد ما نزلنا نحن فيهم بترانسبوزيشن ناقص 2، نشوف إذا صاروا شرقيات بالجهازين. زي ما شايفين علبة كيلفار بتنوصل بالجهاز عن طريق اليو اس بي من دون الحاجة لباور سبلاي، احنا وصلناها بالكرونوس. اما بالنسبة للبي اي 800 فانت عندك مخرج الميدي تخرج من هاي المنطقة، بيكمل لعند لاين ان بالاورج الثاني اللي هو البي اي اي اكس 800. بما انه عامل السرعة مهم جدا بالنسبة للعازف اللي عم يعزف على اكثر من جهاز، سواء كان عم يعزف باستوديو او بحفلة، فالغاء التشريق عن طريق الضغط على كبسة الكانسل اللي لونها احمر بكل بساطة بيلغي التشريق. هيك منشرق وهيك منلغي التشريق بكل سهولة وسرعة. بالنهاية باسمي خليل جرجورة وموقع جرجورة نت، ومحل ويبس لبيع الآلات الموسيقية، وقناة جرجورة نت على اليوتيوب، بحب أتشكر المتابعين لنا على هذه القناة على تواصلهم معنا عبر سنين طويلة، وبحب أبعت كلمة شكر وتقدير للأخ كريم الفار على تصنيعه لعلبة كيلفار AK4 برو، هذه العلبة المتطورة الرائعة المعمولة بأحدث التقنيات التكنولوجية. تحياتي لكم، ويا ريت تبقوا معنا متواصلين على قناتكم جرجورة نت.